بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ، أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل، وأضحت له حجب الجلالة توطأ. فصلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك حبيبي يا رسول الله، صلاة تكون سببا في الرضا عنا من الله رب العالمين. ثم أما بعد، فها نحن أيها الأحبة الأكارم يتواصل بنا اللقاء حول صحيح أبي عبد الله البخاري، هذا الكنز المعرفي الذي جمعه لنا رجل من العجم، رجل من العجم. البخاري ليس من العرب، أبو عبد الله البخاري من بلاد ما وراء النهر. وكيف قدم إنسان أعجمي للأمة الإسلامية أعمق خدمة لم يقدمها رجل من العرب؟ هذا لأن الله سبحانه وتعالى قيده لهذا الدين ووفقه لحفظ هذه الأحاديث وجمع السنة النبوية المطهرة التي يعني هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. جاء في ترجمة الإمام البخاري أيها الأحباب إن الإمام البخاري ده وهو ابن 5 أعوام، وأنا ذكرت هذا في أول درس اجتمعنا فيه هنا على أننا نوينا أن نقرأ صحيح البخاري. كان عمره كم سنة؟ كان عمره 5 سنين، ذهب بصره كفة، يعني ذهب نور عينيه، ذهب نور عينيه. أمه كانت امرأة طيبة مباركة صاحبة كرامات كما جاء في بعض السير، يعني كانت صاحبة تقوى وديانة وصلاح. وهي من العرب ولا من العجم؟ وهي من العجم. قالوا فأخذت تبكي وتدعو لولدها، تبكي وتدعو لولدها وهو ابن 5 أعوام وقد ذهب بصره. قال حتى جاءت ليلة من الليالي رأت في منامها الخليل إبراهيم عليه السلام. تخيل، رأت سيدنا مين؟ سيدنا إبراهيم. رأت الخليل إبراهيم عليه السلام، فقال الخليل إبراهيم لها: يا هذه، إن الله قد رد على ولدك بصره ببركة دعائك. فلما استيقظت من نومها وجدت البخاري وقد رد الله له نور عينيه ببركة دعواتها. ولما كبر ونشط رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري ده شاف مين؟ شاف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى نفسه يزب الذباب عن وجه رسول الله. يزب الذباب، يزب الايه؟ يزب الذباب. ايه الذباب ده؟ ها، هو لما سمي الذباب ذبابا؟ ليش اسمه ذباب؟ يعني ايه ذباب؟ يعني سمي الذباب ذبابا لانه كلما زب اب، ذباب يعني تدفعه يرجع، تدفعه يرجع. فسمي الذباب ذبابا لانه كلما زب اب. فلما وجد نفسه يزب الذباب عن وجه رسول الله حكى هذه الرؤيا للمعبرين، فقالوا له: إن هذه الرؤيا تعني أنك تدفع الكذب عن سنة رسول الله. شوف الحلاوة، ده كان في بداية حياته، تدفع الإيه؟ الكذب عن رسول الله. أنا لماذا بدأت بهذه البداية؟ لأقول لحضراتكم إن كل حديث من الأحاديث التي جمعها الإمام البخاري في هذا الصحيح إنما هو كتاب حديث صحيح عن رسول الله. فقد ذب البخاري الكذب عن رسول الله، ومهما قال القائلون وتكلم المتكلمون وانتقص المنتقصون صحيح البخاري، فإنما في صحيح البخاري كله يا أخوانا كله أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما بين نص وما بين حكاية وما بين موقف من مواقف الحبيب عليه الصلاة والسلام. الحق أيها الأحباب أني كنت مع حضراتكم في الدرس اللي فات على طول في باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، وذلك في كتاب العلم، في كتاب إيه؟ تاني ليبلغ العلم الشاهد الغائبة. احنا طبعا يعني اتكلمنا في هذه الكلمة في الدرس الماضي، وقلنا ده معناه ان الانسان اذا سمع ماذا يفعل؟ سمع وفهم وحفظ، ماذا يفعل؟ يبلغ الغائب. وهذا بناء على الحديث الذي سبقه، اذ قالت امنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد راجعته، عملت ايه؟ راجعته في باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. فمن سمع شيئا فراجع حتى يعرفه فعرفه فوجب عليه أن يفعل ماذا؟ أن يبلغ. لا، والنص اللي معانا واللي قريناه مع بعض الدرس اللي فات، حضرة النبي بنفسه هو اللي قال يبلغ الشاهد الإيه؟
الغائب، ما دام هو اللي أمر أن يبلغ الشاهد الغائبة، يبقى اللي حضروا كلهم واجب عليهم إن هم يعملوا إيه؟ إن هم يبلغوا، لأن الأمر أمر مين؟ أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث كان من الحاضرين رجل يسمى أبو شريح. أنا أفكر حضراتكم بالحكاية بسرعة ثم نواصل ما تكلمنا حوله في هذا الباب، باب ليبلغ العلم الشاهد الإيه؟ الغائبة. وأنا بسأل حضراتكم سؤال يا جماعة الخير، لو أننا استوعبنا ما في صحيح البخاري وأخذنا هذا المبدأ وطبقناه في حياتنا، هل تتغير حياتنا إلى الأفضل؟ هكذا يا جماعة الرسائل المعاصرة، الرسائل المعاصرة من صحيح البخاري، يعني من فهم شيئا وأتقنه عليه أن يفعل ماذا؟ أن يبلغه، لكن بعد أن يتقنه ولا قبل أن يتقنه؟ يعني بعد أن يتقنه، لأن أنا شفت ولسه حد كان قاعد معايا قبل المغرب مباشرة يقول لي فلان الفلاني ده يوتيوبر اسمه إيه؟ شوف عم أحمد عمل إيه؟ بيقول إيه ده؟ اسمه إيه عم أحمد؟ يوتيوبر، ده يطلع إيه يوتيوبر؟ ده يطلع إيه يعني؟ قلت له مين اليوتيوبر ده يا عم الحاج؟ قال لي ده فلان الفلاني أنت ما تعرفوش ولا إيه؟ قلت له والله ما أعرفه، قال لي ده عنده 5 مليون فويس، ولا أنا أخوك ولا فاهم حاجة، هو عمال يرطن وأنا مش فاهم حاجة، 5 مليون إيه؟ اسمها إيه؟ فويس، يعني إيه؟ يعني متابع، عنده 5 مليون وحد بيتابعه، وهو يوتيوبر، يعني إيه يوتيوبر ديت؟ بيسجل فيديوهات كده ويسجلها وينزلها على اليوتيوب الناس إيه؟ قلت له ماله ده؟ قال لي ده امبارح طلع قال يجوز الإنسان يصلي بالشورت. حاجة حلوة، وليه يا عم بتقول كده؟ قال له أصله عشان نبلغه عني ولو إيه؟ ولو آية، وليبلغ الشاهد الإيه؟ الغائب، طب يبلغ هدد يعني أي هبد في رأس العبد ولا يبلغ بعد أن يستوعب؟ ما ينفعش يا أخوانا بلغ بلغ وكلام فارغ من غير أن يكون صحيحا، لابد وأن يرجع إلى أهل العلم. طب فلان ده يا ابني مين مشايخه؟ قال لي ما عرفش. طب درس فين؟ ما عرفش. قال لي ممكن ده في الآخر يبقى بكلوروس تجارة. طب ما يشتغل في التجارة، ماله باللي يصلي بالشرط واللي يصلي بالعفريت لزق ليه كده؟ لماذا أقول هذا؟ لنضع أنفسنا ونضع عقولنا في هذه الجملة، نضعها في محلها، ولا أي حد يسمع أي حاجة يقولها؟ لا، ليبلغ العلم الشاهد الغائب إذا فهمه واستوعبه وطلب منه أن يبلغه. ما تصلوا على الحبيب. اللي حصل يا أحبابي كما حكيت قصة أصلية وقصة، الله أكبر، فاكرين أنتوا صح؟ قصة أصلية وقصة فرعية، وعشنا في هذا الأمر في الدرس الماضي. لقينا واحد من الصحابة كان قاعد مع سيدنا النبي في تاني يوم من فتح مكة. كم؟ تاني يوم فتح مكة النهاردة، تاني يوم في فتح مكة، في مكة واحد من قبيلة هزيل عدا على رجل من قبيلة خزاعة فقتله. كم كان إمتى الكلام ده؟ تاني يوم. امبارح كان إيه؟ فتح مكة. النهاردة حصل إيه؟ وسيدنا النبي لسه فين؟ لسه في مكة، لأن سيدنا النبي قعد أيام في مكة بعد الإيه؟ بعد الفتح، وقال لهم اذهبوا أنتم الطلقاء، والكلام اللي حضراتكم حافظينه. راح عمل إيه واحد من قبيلة هزيل؟ عاد على واحد من قبيلة خزاعة فقبله قتله. إيه خزاعة وإيه هزيل؟ دي قبائل إيه؟ القبائل العائلات اللي كانت موجودة فين؟ في مكة. فلما سمع النبي هذا الخبر استشاط غيظا وخرج صلى الله عليه وسلم ووقف على مكان مرتفع وخطب الناس هذه الخطبة يوم كام؟ يوم 2 من فتح مكة. مين اللي كان حاضر الخطبة ديت؟ كان حاضر الخطبة دي مجموعة من الصحابة، منهم واحد اسمه أبو شريح اللي الحكاية بتاعتنا كانت مع الدرس اللي فات. اللي حاضر ده كان اسمه ايه؟ أبو شريح، مولانا وسيدنا وتجرسنا الصحابي الجليل أبو شريح. كان في المدينة بعد ذلك بسنين، وكان في واحد من الأمراء اسمه عمرو بن سعد بن العاص عليه من الله ما يستحق، كان واخد الجيش ورايح على فين؟ رايح على المدينة عشان يقاتل مين؟ عبد الله بن الزبير. طبعا أنا مش حكي التفاصيل اللي حكيتها المرة اللي فاتت، واللي فات وفات، وانا اعمل ايه يعني؟ راجع بقى انت المتسجل اعمل لك ايه؟ هو كده المهم انه قال له يا اميرا، قال له نعم، قال له ائذن لي ان اكلمك. انتوا فاكرين يا اخوانا مين اللي بيستاذن يتكلم مع الامير؟ الصحابي بيستأذن يتكلم مع مين؟ مع الأمير ده، والأمير ده يطلع إيه زي ما أنت قلت؟ رجل فاسق ظالم قاتل قابض للأرواح خائن للأمانة وخائن للعهد، وقتله عبد الملك بن مروان زي ما حكيت لحضراتكم قبل كده. وقف قال له إيه؟ أستأذن أن أكلمك أيها الأمير؟ قال له أنا كنت مع سيدنا النبي يوم 2 من الإيه؟
من الفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ها كنت يوم اثنين وسمعته ووعاه وأبصرته. سيدنا النبي قال إيه؟ قال إيه بقى؟ تعالوا نفتكر مع بعض. قال إيه؟ ها بيقول له كده حضرة النبي قال صلى الله عليه وسلم إذن لي أيها الأمير ها أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله. طب ليه النبي ما تصلوا عليه؟ اتخض يعني إذا جاز التعبير واتغاظ وطلع قال لهم إن مكة حرمها الله حمد الله وأثنى عليه وبعدين قال للناس اللي في مكة كلهم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. ليه قال كده؟ ما أنا لسه قايل أهو إنه النهاردة دين من الفتح حصل إنه واحد من هزيل عدى على واحد من خزاعة فقتله. فهم حضرة النبي إيه؟ قال لهم مكة إيه؟ حرمها الله ما ينفعش فيها الإيه؟ القتال. مكة حرمها الله لا يجوز فيها الإيه؟ القتال. ولم يحرمها مين؟ ولم يحرمها الناس. وإذا حد قال لكم ما هو سيدنا النبي قاتل في مكة يبقى لازم تفهموا أن الله أحلها لرسول الله ساعة ثم عادت حرام وهي حرام إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. أنا يا جماعة حكينا هذه الحكاية. فاكرين عمرو بن سعد ده رد على الصحابي قال له إيه؟ فاكرين ولا لا؟ قال له أنا عارف وأنت مش عارف أنا أعلم منك. ثم دار بينهما الحوار الذي حكيناه في الدرس الماضي. الآن أيها الأحباب وصلنا عند الفوائد العشرة من هذه القصة. صليتوا على الحبيب؟ ما تصلوا على النبي كده؟ تاني الفوائد الإيه؟ الآن أنا ذكرتكم بالقصة التي حكيناها في المرة الماضية تذكرناها صحيح؟ الآن الفوائد العشرة. أول فائدة وجاءت مناسبة تماما للزمان الذي نعيشه واسمحوا لي أن أقول لحضراتكم أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية الأيام بالخير واليمن والبركات. فمنذ أيام قليلة سافرت أول وفود الحجيج إلى مكة وإحنا أول فايدة من الحديث اللي معنا إيه؟ حرمة مكة. أنا لو أعدت أكتبها بالورقة والقلم من أول السنة عشان تيجي كده ما كانتش هتيجي كده، هي جاية كده إيه؟ لوحدها. ربنا سبحانه وتعالى ساق الكلام. وعايز أقول لحضراتكم والله الذي لا إله غيره ما قرأت صحيح البخاري مع شيخ ولا مع أستاذ من أساتذتنا إلا وجدت في قراءة البخاري عجبا والله عجبا. يعني لا 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 أود أن أضيع أوقاتكم في بعض ما رأينا في مجالس قراءة الصحيح. المجالس نفسها اللي بيقرأ فيها صحيح البخاري يحدث فيها من الأمور العجيبة التي تتخيلها ولا تتخيلها. سبحان الحي الذي لا يموت. يعني مواقف حصلت. رجل من شيوخنا من أهل مكة كان في مصر وقرأنا عليه صحيح البخاري وإحنا قاعدين بنقرأ صحيح البخاري. يعني حدث عدة مواقف، يعني لا أريد أن أشغل أذهانكم، لكن هذا من المواقف من حسن الطالع أن نتكلم عن مكة في أيام الإيه؟ في أيام الحج. إحنا رتبناها كده يا أخوانا وكنا قصدنا يعني أنها تيجي كده؟ لا، بس لابد أن نتكلم عن مين؟ لأن أول كلمة قالها حضرة النبي في الخطبة إيه؟ إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. أيها الأحباب استعدوا، فأنا وأنتم سنرحل الآن إلى مكة عبر الزمان وعبر المكان. ها ما رأيكم؟ وعايز أقول لحضراتكم إن حب مكة من الدين، حب مكة من الإيه؟ فإن فيها البيت الحرام. مكة التاريخ والمعالم والحرمة. قول معايا تاني، مكة الإيه يا عبو يحيى؟ تاريخ والمعالم العجيبة اللي أنا هقولها لحضرتك النهاردة. وهتكتشف معايا يا عم عبد المطلب حاجة غريبة، إن قبل سنة 70 مكة كانت حاجة وبعد سنة 70 مكة بقت حمادة تاني خالص. وأنا هكلمك عن حمادة اللي قبل إيه؟ اللي قبل سنة 70. وأنا بسأل الجماعة اللي قلبوا الدنيا قلبتوها ليه؟ إيه الدين في إن أنتوا تقلبوها كده؟ وأنا عايز أمسك لساني بس وما اشتمش، يعني اللهم يا ربي حافظ عليا ولا أقول ولا كلمة ملاش 30 لازمة، يعني ما توحدوا الله كده. لأن أنا أول ما هوصف لك هتقول يا نهار أبيض
هي مكة كانت كده يا عم، والله العظيم مكة كانت كده يا عم. وأنا أحكي لك المراجع والكتب التي حكت والصور، ده أنا عندي صور للبقيع في المدينة المنورة قبل سنة 70 حاجة وبعد سنة 70 حاجة تانية خالص. ومكة سنحكي الآن. إذا أول فايدة من الكلام اللي نقله أبو شريح وقال عمرو بن سعد إيه فاكرين؟ قال له إيه؟ قال له سمعته زنايا ووعاه وأبصرته. اوعى تفتكر ان انا بخرف، اوعى تفتكر ان انا نسيت. لا يا عم عمرو بن سعد، وانت الامير على دماغي من فوق، بيقول له انت الامير على دماغي من فوق رغم ايه يا اخوانا؟ رغم ايه؟ رغم فسقه واسالته للدماء. ده لانه الامير يجب ان يتكلم معه بايه؟ بادب مهما كان. يا اخي انا افكركم بس بايه في القران الكريم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول هل اتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه فقل له. لا في آية تانية مش في السورة دي، ربنا قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله فقولا له إيه؟ فرعون ده ظالم؟ لا ده فوق الظالم بحبتين ثلاثة. ده فرعون ده ايه يا عم الشيخ؟ فرعون ده ما كانش ظالم، لا ده كان فوق الظالم باميال. كان ايه يعني؟ ده كان بيقول انا ربكم الاعلى، يعني ريس بيقول انا ربكم الايه. ومع ذلك ربنا ما قالش سيدنا موسى خد اخوك وغفلوه وغزوه بمطوه، قال لهم كده؟ لا ما قال لهمش غزوه بمطوه، ولا قال لهم روح خد اخوك كده واتجمعوا وخد لك ثلاثه اربعه من الجماعه دول واعملوا له بلوه تحت القصر بتاعه، والله ما قال له كده، اما قال له روح لفرعون اللي بيقول انا ربكم الاعلى، روح اعمل له ايه؟ فقولا له ايه يا ريس؟ يا نهار ابيض، تخيل هذا الدين يا جماعه، ان يتكلم مع من بيده السلطه بايه؟ بادب، ليغير، والا وان تكلمت معه بسوء ادب ماذا سيحدث؟ سيحدث ردة فعل قبيحة وكذا. الذي حدث أيها الأحباب أن أبا شريح هذا قال لعمرو بن سعد إذن لي أن إيه؟ أن أكلمك، وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. أنا ما كنتش سرحان، أنا سمعت من سيدنا النبي تمام. أول كلمة قالها سيدنا النبي إيه؟ إن مكة حرمها الله. إن مكة إيه؟ حرمها الله. أنت رايح فين يا سيدنا يا أميرنا؟ قال له رايح أقدم عبد الله بن الزبير في مكة. قال له بس مكة ده الرسول قال عليها مكة إيه؟ حرمها الله، أوعى تعمل كده. عمل كده ولا ما عملش؟ عبد الله بن الزبير اتقتل في الحجر. اتقتل فين؟ سال دمه في حجر إسماعيل، وكان يصلي عند الكعبة، وقتل رضي الله عنه ابن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، ها الصحابي الجليل، أول مولود للمسلمين في المدينة بعد الإيه؟ بعد الهجرة. أحيد الله يا إخواننا، إن مكة إيه؟ حرمها الله. تيجوا يا إخواننا نرحل سويا إلى مكة، اللهم ارزقنا وإياكم زيارة البلد الحرام وزيارة البيت الحرام والشرب من زمزم. الله إيه حكاية زمزم ديت؟ أنا هحكيها لك النهاردة، تاخد بال حضرتك، أصل إحنا كلنا النهاردة رايحين فين؟ رايحين مكة. إن لم نذهب جسوما فلنذهب أرواحا وعقولا وقلوبا، فإن قلبي متعلق بمكة، وتعلق القلب بمكة من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها الله يعلم أنك أحب البلاد إلى قلبي، ذاك أنها مكة، ذاك أنها مش مكة وبس، لدى مكة وكمن ولد فيها صلى الله عليه وسلم. يعني تعلق القلب بمكة تعلق دين ولا تعلق وطن؟ تعلق دين، والوطن يتعلق به نعم، لكن مكة يتعلق بها تعلق إيه؟ بها نزل الوحي يا أخي، بها نزل الوحي وبها طاف الأنبياء والمرسلون. وحيد الله يا جماعة، أشهر معلم في مكة المكرمة هو الإيه؟ هو الكعبة. أنا يا جماعة سأحكي لكم جانبا من تاريخ مكة، حضراتكم مستعدين؟ ها؟ ولا إيه؟ المستعجل إيه يصلي على سيدنا النبي. قيل إن أول من وضع قواعد البيت هو آدم عليه السلام. قيل إن أول من وضع قواعد البيت مين؟ لكن ليس بين أيدينا دليل واضح على هذه الكلمة، ليس بين أيدينا دليل واضح. طيب من زمان آدم، يا نهار أبيض، أنت هتبتدي من أيام آدم؟ أيوة يا عم أنا فاضي، أنتم مستعجلين، روحوا، أنا هشتغل من أيام مين؟ من أيام آدم. إيه رأيكم؟ أنا هبتدي من فين يا باشمهندس؟
من عند آدم، يعني فركة كعب لغاية النهاردة، وهنوصل لغاية النهاردة. نجيبها من فين يا ريس؟ من آدم لغاية النهاردة. حلو كده؟ أيوة. عشان مرة واحد شيخنا من مشايخنا استدعيناه في عندنا في البلد يخطب لنا الجمعة، يخطب لنا الجمعة. ففي واحد من الجماعة اللي بيصلوا في الجمعة كده لسانه متبر منه شوية، حاكم كل جامع كده ممكن تلاقي واحد إيه لمض حبتين يعني. قال له انت هتخطب مكان فلان؟ قال له ايوه. قال له طب بقول لك ايه، لو عندك حاجه قبل ادم قولها، من هنا لادم كله عارفينه. من هنا لادم عارفينه كله. ده الراجل ده بيخطب بقاله 10 سنين عندنا وقال لنا كل حاجه من ادم لغايه النهارده كله عارفينه. عندك حاجه قبل ادم قولها لنا يعني. لكن نزل الكعبه ووضع قواعدها مين؟ سيدنا ادم. ايه كمان من اعلم معالم، من اشهر معالم مكه غير الكعبه يا اخوانا؟ من أشهر معالم مكة غير الكعبة عرفات. ولما سمي عرفات بعرفات؟ برضو هنيجي عند الحتة دي ونجيب لك مراجع غريبة جدا في الموضوع ده. قيل إن آدم، بس آدم هو اللي وضع قواعد البيت الحرام، ليس عندنا دليل صريح في هذا. طيب، من آدم لغاية سيدنا إبراهيم إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل في الحتة دي، البلد الحرام ده؟ صلوا على سيدنا النبي. حقيقة أنا معرفتش أنام والله، معرفتش أنام زي الباشمهندس كده لما بيبحث حاجة معرفش أنام. أنا مش عارف أنام والله، بقيت أدور عند المؤرخين واللي كتبوا لنا إيه اللي حصل من آدم لغاية مين اللي وضع يرفع إبراهيم القواعد من الإيه دي. مشهورة دي، إن سيدنا إبراهيم وابنه مين عملوا إيه دي. مشهورة ليه دي يا أخوانا؟ عشان دي موجودة في القرآن. طيب، من سيدنا آدم لغاية سيدنا إبراهيم إيه اللي حصل؟ البقعة دي كانت فاضية صحراء يعني؟ المكان المبارك ده كان أي حاجة يعني؟ وجدت مؤرخا شهيرا اسمه علي بن الحسين بن علي المسعودي، الايش؟ المسعودي. المسعودي هذا يا سادة يسمونه هيرودوت العرب. هيرودوت، عارف ده يا عم احمد؟ هيرودوت يعني ايه؟ مؤرخ العرب يعني. يقول ايه هيرودوت دوت؟ في بعض كتبه ده واحد عراقي عاش في العراق وبعدين عاش في مصر وبعدين ما مؤرخ. مؤرخ يعني ايه؟ بيكتب الايه؟ بيكتب التاريخ، وله كتب كتيرة جدا ومعروف ومطبوع في الأسواق. هيرودوت العرب ده بيقول إيه؟ بيقول من آدم إلى إبراهيم عاش في البقعة المباركة قوم يسمون بالعماليق. بالإيه؟ عماليق. إيه العماليق دول؟ كبار. عاشوا في هذه ليه؟ لأنها كانت صحراء جرداء لا يطيق العيش فيها إلا أصحاب الأبدان القوية، وما زالت معالم العماليق موجودة في مكة إلى أن دخلها إبراهيم ومعه مين؟ سيدنا، لا، مين اللي قال سيدنا إسماعيل؟ سيدنا إسماعيل بس؟ لا، كان معه مين كمان؟ أمنا هاجر. هاجر دي بلدها إيه يا أخوانا؟ مصرية. ها؟ مصرية منين يعني؟ ها؟ من الأقصر؟ لا، اطلع من دول تلاقيك أنت من الأقصر. لا، تلاقيك من الأقصر. من سوهاج؟ اطلع من دول تلاقي حد من قرايبك من سوهاج. قيل من بورسعيد وقيل من بني سويف، والرجح انها من بورسعيد، والرجح برضو انها من بني سويف. قيل كده وقيل كده، المهم انها في الاخر ايه؟ مصريه رضي الله تعالى عنها، ام العرب وزوجه الخليل ابراهيم. دخل بها فين؟ الـ كما حكى القران. بس انا دلوقتي في الفتره من ادم لغايه مين؟ ايه اللي كان حاصل هناك؟ طب انا كمسلم ايه اللي هستفيده من اللي كان حاصل هناك؟ لا يا مولانا، تاريخ البلد الحرام، تاريخ البلد الحرام. مكة المكرمة عاش فيها العماليق كما قال المسعودي، وليس عندنا قول غير قول المسعودي، هو ده الكلام المضبوط. عاش فيها مين؟ العماليق. وبقى تركوا آثارا إلى أن دخل سيدنا مين؟ سيدنا إبراهيم. من هنا بقى ورايح القصة معروفة. سيدنا إبراهيم قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. هذا يعني أن هذه البقعة كان فيها ناس ولا لم يكن فيها ناس؟ ها؟ كان فيها ناس ولا ما كان؟ ربي اجعل أفئدة من الناس، يعني ما في، تيجي الناس تقترب هنا تقترب هنا. قيل في بعض الروايات إن سيدنا إبراهيم وسيدتنا هاجر وسيدنا إسماعيل لما دخل هذه البقعة كان فيها قبيلة جرهم. وقيل إن جرهم جاءت بعدهم، هذا ورد وهذا ورد. طب كيف جهرهم جت بعدهم؟ لأن سيدنا إبراهيم سابهم وعمل إيه؟ ومشي. سابهم ومشي. لما تركهم في الصحراء الجماعة العلماء والمؤرخون يقولوا إيه؟ الكلمة المشهورة قوي بتاعة ستنا هاجر دي، ها؟ وهاجر إحنا قلنا إنها إيه؟ مصرية. طلع العلماء وخاصة علماء النفس
طلعوا صفتين للزوجة المصرية. من مين؟ من أمنا هاجر. كم صفة؟ صفتين. وأنا عايز أسألكم بقى، الصفتين دول لسه موجودين ولا تبخروا؟ طب أنت بتقول لي لا، أنت سمعتهم، أنت من الآخر مفترض السوء يعني. ربنا يصلح الحال يا رب. بيقول لي لا ما عادوش موجودين. طب استنى بس، خد بالك، وهو وسايبهم وماشي قالت له إيه ستنا يا هاجر؟ الله أمرك بهذا؟ قالت إذن لن يضيعنا. أدي أول صفة، شديدة الإيمان بالله. ها، شديدة الإيمان بالله. طيب، قعدت في مكة لوحدها هي وابنها، هذا يعني أنها صبورة حمولة أم أنها تجزع من كل حمل يقع على كاهلها؟ الست المصرية حمولة، كفاية أنها مستحملة الرجل المصري. ما أنا مرة بقى مع الرجال على الستات، ومرة بقى مع الستات على الرجالة، يعني خلي الدنيا تبقى متوازنة. يعني صليتوا على حضرة النبي؟ الله العظيم كتر خيرها، مستحملة يعني، ها صبورة. يبقى أنا عندي كم صفة ليها دلوقتي؟ ها، الصفة التالتة كلكم هتجمعوا أنها موجودة لغاية دلوقتي، كلكم هتجمعوا على كده. ايه اللي حصل؟ ان هي لما جاءتها قبيله جرهم والميه بتاعت زمزم والقصه اللي الناس كلها عارفها، حصل ايه؟ اختلطت هي وابنها بقبيله جرهم الى ان زوجت اسماعيل منهم. هم العلماء يقولوا ايه؟ اذا الست المصريه ست عشريه اجتماعيه. ها، اشمعنى دي صح؟ اشمعنى دي مبسوطين بيها قوي وصح؟ ايوه، هي ست صبوره. الثلاث حاجات، شديده الايمان بالله، اثنين حمولة صبورة. واسأل أمهاتنا القدام، خاصة أمهات القرى وأمهات الوجه القبلي والوجه البحري، تلاقيها تخلف 7 و9 وتصبر لما تعلمهم كلهم. ممكن تبقى هي ما راحتش مدارس ومع ذلك تخرج ولادها كلهم ايه؟ متعلمين. ايه ده؟ ده صبر وتحمل للمشاق لا نظير له في أي أم في العالم، في المصريين بس. شديدة الإيمان بالله، صبورة حمولة، المفروض تبقى كده. انت ما تعمليش كده، المفروض تبقى كده. بس تالت حاجة انها ست ايه يا اخوانا؟ عشرية. جاء سيدنا إبراهيم والقصة معروفة، انا مش هقعد اقولها كلها. حصل انه تزوج من قبيلة جرهم ورفعوا القواعد من البيت، وسيدنا إبراهيم توفي، وعاش سيدنا إبراهيم في البقعة، سيدنا إسماعيل يخدم البيت هو وأولاده. إسماعيل خلف ولاد كتير في المنطقة ديت، ايوه، انجب اولادا كثر، وظل هو وأولاده يخدمون البيت الحرام إلى نقطة فارقة في تاريخ البشرية. هقول بعد ما تصلوا على سيدنا النبي. أيوة، ما أنا قلت لحضراتكم التاريخ والحرمة والمعالم، صح يا جماعة؟ صح ولا نسيتوا؟ نقول تاني، مشي هذا الزمن ومجرى التاريخ إلى نقطة إيه؟ فارقة. البيت مين اللي رفع القواعد؟ مات سيدنا إبراهيم ولا ما ماتش؟ مات. أين قبره؟ لا يعرف له قبر على التحديد، على التحديد لا. أين قبر إسماعيل؟ لا يعرف له قبر على التحديد. أين قبر عيسى؟ لا يعرف له قبر على التحديد. اسمع المفاجأة، النبي الوحيد الذي يعرف له مرقد على اليقين هو الحبيب المصطفى، أي حد تاني لا. كل الأنبياء ظنية، ها، وسيدنا عيسى برضه رؤى. سيدنا، نعم أنا آسف، سيدنا عيسى رفع. لا انا قلت قبر عيسى، انا عارف، انا قلت ولكنه ليس هذا في اخر الزمان. لكن الان اين قبر سيدنا موسى؟ ما حدش يعرف. سيدنا ابراهيم ما حدش يعرف. سيدنا عيسى ها رفع، وانما على ارجح الاقوال سيقبر في اخر الزمان بجوار رسول الله محمد. لانه لغايه النهارده في الحجره النبويه في كم قبر في الحجره النبويه؟ لا، 4 في واحد فاضي، موجود وفاضي، سيدنا النبي، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، وجنبه واحد فاضي. الناس كلها تقول عليه إيه؟ الرباعي. الرباعي لأنه رقم كم في الأوضة؟ 4. الرباعي ده سيقبر فيه في آخر الزمن سيدنا مين؟ سيدنا عيسى. المهم، مات إبراهيم وعاش إسماعيل وأولاده يخدمون البيت الحرام، وتعاقبت الأجيال ومرت السنين، قالوا إلى 15 قرناً من الزمان. كم سنة يعني؟ 1500 سنة. أولاد إسماعيل وأحفاد إسماعيل بيخدموا الإيه؟ بيخدموا البيت، إلى أن حدث هذا الحدث الهام. صليتوا على النبي. شوف الحدوتة يا أستاذ إمام ماشية إزاي. حدث شيء في التاريخ يسمى انهيار سد مأرب. انهيار سد إيه؟
مأرب. ومأرب دي يا سيادنا هي عاصمة سبأ. يعني فين سبأ ديت؟ في اليمن. وسبأ دي اللي جت فين؟ جت في القرآن: إني وجدت امرأة تملكهم. ده كلام مين؟ كلام الهدهد، مش كده؟ طيب، انهار السد. إيه السد ده؟ مأرب دي كانت من أكثر أماكن الدنيا حضارة، وكانوا يبنون السدود المائية، وكانت حضارتهم مزدهرة. أعظم سد عندهم انهار، فالقبائل التي كانت تعيش حول السد هجرت اليمن إلى الحجاز والمغرب ومصر وتفرقوا في البلدان. فجاءت قبيلة من اليمن بعد انهيار سد مأرب اسمها قبيلة خزاعة، فدخلت الحجاز واستوطنت مكة، وكان رئيس هذه القبيلة واحد اسمه عمرو بن لحي الخزاعي. صلى على سيدك النبي. أنا عارف إن أول مرة حد يحكي الكلام ده، بس أنا بدي لك خلي بالك، أنا ما بقولش كل حاجة بالتفصيل كمان، أنا بقول لك إيه بس عشان تعرفوا تاريخ البلد الإيه، لأن أول كلمة قالها سيدنا النبي في الخطبة اللي بينقلها أبو شريح لعمرو بن سعد إيه، أنا برجعك للي إحنا ماشيين فيه، أنتوا واخدين بالكم؟ قال له إن مكة إيه؟ ولم يحرمها الناس. بص بقى الدنيا ماشية إزاي. طبعا السنين اللي عاشها سيدنا إسماعيل وأولاده، مكة حرام ولا مش حرام؟ فيها كعبة وفيها ناس بتفد إليها، بهذه الطريقة من أيام سيدنا مين؟ من أيام سيدنا إبراهيم. دخلت قبيلة جت بعد انهيار سد يا إخوانا، سد مأرب. يقولوا سنة 445 ولا 85 قبل الميلاد، في تواريخ كده معروفة موجودة يعني في الكتب يعني. المهم دخلت القبيلة دي فين؟ مكة. كان ذرية إسماعيل في أواخر قوتها، فدخلت هذه القبيلة الخزاعية فلمت أشتاتها وعدت على أبناء إسماعيل وسيطروا على مكة. عملوا إيه يعني؟ حكموها وخدوها لنفسهم. أيوة، خدوها إيه؟ لنفسه. من رئيس القبيلة ديت؟ واحد اسمه عمرو بن لحي الخزاعي، لأن القبيلة اسمها إيه؟ ما تصلوا على النبي كده، الكلام ده في غاية الأهمية. إيه اللي حصل؟ سيطروا على المكان وأخذوا خيره. وبص عمرو بن لحي الخزاعي ده قال لك كعبة وحاجة كده شريفة والناس بتيجي من كل القبائل وإحنا بناخد فلوس. الله، لا استنى يا عم، ده مشروع اقتصادي، بيزنس 10 على 10، ده بيزنس إيه؟ 100 100. راح عامل إيه؟ سافر عمرو بن لحي إلى الشام، فجاء من الشام بصنم صغير، راح حطه فين؟ عند الكعبة، ودعا الناس لتقديسه. مع مرور الزمن قدس الناس الصنم، ثم جاءوا بصنم آخر وثالث ورابع، حتى امتلأ صحن الكعبة بالإيه؟ مين أول واحد دخل الأصنام عند الكعبة؟ عمرو بن لحي الخزاعي. لذلك حضرة النبي في حديث صحيح يقول: رأيت عمرو بن لحي في جهنم يجر أمعاءه. يعني وقع فين ده؟ ابن الذين ده في الآخر. خلي بالك، هو عمل مصيبتين. المصيبة الأولانية أنه قضى على أبناء إسماعيل، قضى على أبناء مين؟ سيدنا إسماعيل. والمصيبة الثانية أنه أدخل الإيه؟ الأصنام في حجر الكعبة، وقدست الأصنام وبتاعه مش عارف إيه. واستمرت السنين يا أخوانا، سنين ورا سنين، والأصنام تعبد فين؟ في الكعبة. بس عشان تعرف ليه سيدنا النبي كسر الأصنام حوالين الكعبة، وإيه اللي جاب الأصنام الكعبة أصلا، حتى نعرف تاريخ البلد الإيه يا أخوانا، لأن حب البلد الحرام من الدين ولا من الهوى؟ اللهم يا ربنا لا تحرمنا زيارة البلد الحرام وتقبيل الحجر الأسود يا رب العالمين، والسعي والطواف هنالك، اللهم آمين. وحيد الله يا أخوانا. المسيطر على مكة الآن مين؟ ها؟ خزاعة. ومين رئيسهم؟ عمرو بن لحي الخزاعي. الغاية لما طلع واحد من أحفاد إسماعيل، بل من أحفاد أحفاد إسماعيل، بص كده لقى الكعبة بيحصل فيها الخراب ده كله، قال لك معقولة؟ ده أنا جدي إبراهيم الخليل وجدي إسماعيل وأنا من نسل إسماعيل، وإزاي أسكت على بلدنا ياخدوها مننا الخزاعيون؟ لا، فطاف بالقبائل وجمع كل واحد له نسل من مين؟ من إسماعيل، وجمع عائلته كلها في شعب من الشعاب، وجمعهم وأصبحوا يتجمعون ويتقوون إلى أن صاروا قوة كبيرة. المجموعة دي والرجل ده اسمه ايه؟ صلوا على الحبيب. انا هقول لكم دلوقتي الرجل ده من نسل مين يا اخوانا؟ اسماعيل. اهو بيعمل ايه دلوقتي؟ عايز يرجع. ده البلد دي بلد مين؟ جدادنا، جدودنا اللي هم مين؟
سيدنا إسماعيل وأحفاده وأولاد سيدنا إسماعيل. الرجل ده اسمه قصي ابن كلاب، ده الجد رقم 5 لحضرة النبي. احنا قربنا صح؟ قربنا، جينا قربنا لغاية فين دلوقتي؟ وصلنا لغاية فين؟ قربنا على حضرة النبي اهو. الجد رقم كام؟ انا عايز اعمل تيست بقى دلوقتي، تيست. قصي ابن كلاب، انا عايز اعمل اختبار. ايه الاختبار؟ هو سيدنا النبي اسمه ايه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. ها ابن هاشم بعد ابن هاشم ايه؟ لا ايوه انت قلت ايه؟ ابن عبد مناف ابن قصي. رقم كام قصي؟ 5. 5 في الجدود. تاني محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب. اللي احنا بنتكلم عنه ده دلوقتي اسمه ايه؟ قصي ابن كلاب. عايزك تنتبه قوي في الكلام اللي جاي. عارف اللي انا هقوله لك دلوقتي ده هيفسر لك شيء من ايات القران يا راجل. ايوه ما هي مكه نزل فيها القران. هو القران نزل في احمد لطفي السيد؟ يا نزل في المساحه يعني؟ ده نزل في مكه يا عم. ما تصلي على الحبيب كده. ايه اللي حصل؟ قصي ابن كلاب ده يا عم عبد المطلب جمع قومه ونسل اسماعيل، ثم غلب على قبيله الخزاعيين وسيطر على مكه. اطلع يا ده انت وهو، انتوا اصلكم جايين منين؟ جايين من بلاد اخرى ودي مش بلدكم، وانتوا ادخلتوا الاصنام. بس الاصنام بقت بايه؟ بتعبد. خلاص الاصنام بقت بقت عباده، وما عادش في حد بايه بيرفض عباده الاصنام. لسه الرسول عليه الصلاه والسلام في صلب ابائه، ده الجد رقم 5. سيدنا النبي ما زال في صلب ابائه واجداده صلى الله عليه وسلم. ما توحد الله يا اخواننا. سيطر على مين دلوقتي؟ مين اللي سيطر على مكه دلوقتي؟ قصي بن كلاب. ده يبقى ايه قصي ده؟ معلومتين نعرف عنه، معلومتين. اولا هو من احفاد سيدنا اسماعيل. طب لما هو يبقى من احفاد سيدنا اسماعيل، وتبقى المعلومه الثانيه ان هو جد سيدنا النبي رقم، يبقى سيدنا النبي من احفاد من؟ يعني من ابناء من؟ شوف المشي جاي ازاي. عمل ايه قصي بن كلاب؟ عمل ثلاث حاجات. اصبح سيدا لمكه. عمل ايه؟ ثلاث حاجات. عد معايا. اول شيء عمله ان بنى دارا وسماها دار الندوه، اللي هو تقدر تسميه النهارده بلغه النهارده الايه؟ ها؟ مجلس الشيوخ. حلو يا عبد الله انقذتني، انا كنت هقول نوام ومعلش يعني هي جت كده، انما هو ده الايه؟ البرلمان يعني. الدار اسمه دار الايه؟ دار الندوه. وكان يجتمع فيه مع رؤساء القبائل في دار الندوه. اول حاجه عملها كده. تاني حاجه اسمه الراجل ده؟ هو اول من سن لقريش رحلتيه الشتاء والصيف. أول واحد عمل لقريش رحلة الشتاء والصيف مين؟ قصي بن كلاب. طب إيه كلمة قريش دي؟ جت منين قريش دي؟ قال لك لما جمعهم بقى القبيلة بتاعته مقسومة إلى قسمين، قسم في السكن وفي في المدينة في مكان الناس اللي قاعدة فيها، وقسم في البادية والصحراء. فالذي في البادية يسمى قريش بطحاء، والذين في مساكن الناس يسمون قريش الحضر. فبقى قريش وقريش بقى القبيلة كلها اسمها ايه؟ مين سيدهم ورئيسهم دلوقتي؟ قصي بن كلاب. قصي بن كلاب ده صار سيدا. عمل كم حاجة؟ ثلاثة. بنى دار الندوة. دار الندوة انتوا عارفينها ومشهورة في الافلام وكده. مين اول واحد بناها دي؟ قصي بن كلاب. جد سيدنا النبي رقم كام؟ 5. نتصلوا على سيدنا النبي. اللهم ارزقنا زيارة البلد الحرام يا رب. اللهم لا تحرمنا يا رب أن نرى ما علمناه علما أن نراه واقعا على أرض الواقع، لأنه ما زالت دار الندوة هذه معروفة آثارها في مكة حتى الآن. خلي بال حضرتك اللي حصل، أنه سيد أنه قصي بن كلاب ده كمان سنى للعرب لقريش رحلتي الإيه؟ ودي جت في القرآن، لإيلة إيلة فهم رحلة الشتاء والصيف. مين اللي عمل رحلة الشتاء والصيف؟ قصي بن كلاب. وكمان عمل حاجة ثالثة رهيبة وجميلة إلى أقصى حد، كان يشعل النيران في المزدلفة ليعرف الناس طريقهم إلى عرفة. أول واحد عمل طريق معبد من مكة لعرفة مين؟ قصي بن كلاب. تخيل قصي بن كلاب أصبح سيدا على قريش، بل سيدا على الجزيرة العربية، بل كل القبائل اللي تيجي تزور مكة كلها تدين لقصي بن كلاب بالإيه؟ بالإمارة والرئاسة والأبهة والوجاهة. ده جد مين ده؟ جد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أول من سن السقاية والرفادة للحجيج،
الله. هو كان في حجيج؟ أيوة كان في حجيج. حجيج يعني إيه طيب؟ يعني يقصدون البيت الحرام بالزيارة. ومين اللي يسقي الناس ويستقبلهم ويأكل ويشرب؟ قصي بن كلاب. فكانت له الندوة، وكانت له السقاية، وكانت له الرفادة، وكانت له الزعامة. كم حاجة؟ كل دول لجد مين؟ جد حضرة النبي. اسمه ايه؟ قصي بن كلاب. الحجاج ييجوا يعمل ايه هو؟ يقابلهم ويسقي ويشرب. فاصبح صاحب مكانة وهيبة فين؟ في الجزيرة العربية كلها. مات قصي بن كلاب. أوبا، استغفر الله، الله يرحمه. ينفع نقول الله يرحمه؟ ها؟ ليه ما ينفعش ليه؟ ينفع، الله يرحمه. بس هو مش مسلم، بس هو ما كانش فيه إسلام، ما كانش فيه إسلام، بس كان فيه ناس على بقايا الخليل إبراهيم، عدد قليل، بس هو الله يرحمه مات. بس قبل ما يموت كان مخلف اتنين، مخلف اتنين، واحد اسمه عبد مناف والتاني اسمه عبد الدار. ولاد عبد مناف وولاد عبد الدار أول ما مات قصي بن كلاب نشبت بينهما حرب أهلية. المعركة إيه يا ريس؟ لأن جدهم كان إيه؟ كان حاجة فخمة، كان عنده الإيه؟ الندوة والسقاية والرفادة والزعامة واللواء. واللواء لما مات اختلفوا عليه، تخيلوا كده اختلفوا عليه؟ ما اختلفوش على الورث، لا، أمال اختلفوا على إيه؟ اختلفوا على مين ياخد السقاية والرفادة؟ بني عبد الدار ولا بني عبد مناف؟ طب مين ياخد الندوة واللواء؟ بني عبد الدار ولا بني عبد مناف؟ الله، أتاري الحكاية دي بقت كان لها إيه؟ كان لها مكانة في العرب كده. أنتوا معايا يا أخوانا ولا تعبتوا؟ المعركة دلوقتي بين مين ومين؟ عبد مناف وعبد الدار. عبد مناف هو جد النبي ولا عبد الدار؟ إزاي؟ جبتوها إزاي دي يا ولاد الله؟ جبتوها إزاي؟ طب اقرأ كده الاسم وقول لي. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب. لا، مش ابن عبد الدار، ابن مين؟ ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. قصي ابن كلاب ده خلف مين؟ عبد مناف. اللي عبد مناف ده خلف هاشم، اللي هاشم خلف عبد المطلب، اللي عبد المطلب خلف عبد الله، اللي عبد الله انجب رسول الله. لكن عبد الدار ده يطلع ايه؟ من اعمام النبي او من اعمام اجداده. عبد الدار وعبد مناف عمل فيهم، حصل فيهم ايه؟ حرب أهلية. مين ياخد الكرسي؟ مش الفلوس، ما كانش الفلوس تفرق معاهم. الكرسي كان أربع حاجات، إيه وإيه؟ خمس حاجات، إيه؟ السقاية والرفادة من ناحية، الندوة والزعامة واللواء. الحكاية دي ده مثال فيها للركب. يا راجل حرب أهلية، تخيل. بعد شوية اصطلحوا على أن يقسموا الأمور على قسمين. طب ما مكلم الأول نقسم البلد ايه؟ بني عبد مناف ياخدوا السقاية والرفادة، وبني عبد الدار ياخدوا الدار الندوة واللواء. ايه اللواء ده؟ الراية اللي بتحمل لقبيلة قريش ولمكة كلها، اللواء. طب يفضل مين؟ الزعامة مقتسمة بين القبيلتين، ما هدول زعماء ودول زعماء. بني عبد مناف اخدوا ايه؟ السقاية والرفادة. صلوا على الحبيب. أنجب عبد مناف بعد مين؟ هشام. والسقاية والرفادة كل واحد يدخل مكة مين يسقي ويأكل؟ بني عبد مناف. لدرجة أنهم كانوا يطعمون طيور الصحراء، شيء عجيب جدا، ودواب الصحراء. إيه ده؟ لغاية لما جاء هاشم ومن بعده مين؟ عبد المطلب. مين سيد مكة الآن في السقاية والرفادة؟ عبد المطلب. اللي هو مين عبد المطلب ده؟ جد سيدنا النبي. عبد المطلب حدثت معه الحكاية الآتية. ما تصلوا على النبي، انتوا معايا في الحدوتة ولا صدعتوا؟ احنا جايين من عند مين من امبارح من الصبح من اول الدرس؟ من عند مين؟ من عند سيدنا آدم. كل ده حصل في البلد الحرام؟ لا، ده اللي انا حكيته لك ده ايه؟ مختصر. ان مكة حرمها الله، مش حرمها الناس، حرمها مين؟ حرمها ربنا. شوف التاريخ يا اخي. ومع ذلك ما زالت مكة منذ هذا الزمن ايه؟ حرام، لا يجوز فيها القتال. إلا حصل يا إخواني إنه عبد المطلب ده كان نايم عند الكعبة، وهذه وردت في كتب السير وموجود. قاعد عند الكعبة سيدنا عبد المطلب، فجاءه هاتف في منامه يقول له: يا عبد المطلب احفر برة. احفر ايه؟ فعبد المطلب قال له: ها؟ وما برة؟ فانقشع الهاتف. انقشع يعني ايه؟ مشي.
فنام ثانية، قيل نام ثانية وقيل في الليلة الثانية جاءه الهاتف مرة ثانية: يا عبد المطلب احفر المضنونة. اسمها ايه؟ المضنونة. قال: قلت ما المضنونة؟ عمل ايه؟ مشي. قيل نام ثانية وقيل في الليلة الثالثة: قال يا عبد المطلب، في الهاتف في المنام، احفر طيبة. قال: قلت وما طيبة؟ فانقشع الهاتف. كم مرة؟ ايه وايه بقى؟ برة مضنونة طيبة، برة والمضنونة وطيبة. فجاءه في المرة الرابعة: يا عبد المطلب احفر زمزم. شوف كم مرة كده. فسيدنا عبد المطلب فعبد المطلب الله يرحمه، ينفع نقول الله يرحمه؟ الله يرحمه. قال: وما زمزم؟ فقام الهاتف قال له، اسمع بقى الكلام العجيب اللي جاي ده، قال له: زمزم لا تنزف ابدا ولا تزم، لا تنزف ابدا ولا تزم، تسقي الحجيج الاعظم وهي بين الفرس والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل الأعظم. إيه يا عم مش كلام الغريب؟ أنت بتقول إن إنجليزي ده ولا عربي؟ صلى على سيدك النبي، أنا أفصل لك الحدودة كلها عشان أي حد يروح مكة نقول له جيب لنا معاك إيه؟ زمزم. طب إشمعنى عبد المطلب؟ أو عبد المطلب من بني عبد مناف ولا من بني عبد الدار؟ طب ليه طلعت لعبد المطلب؟ أصل عبد المطلب وبني عبد مناف كلهم لهم السقاية، يبقى يعينهم الله على سقاية مين؟ بإيه؟ بزمزم. الله، بس هنا في حاجة يا مولانا أنا عايزك أستوقفك فيها. قلت له اتفضل. قال لي: هي زمزم دي مش طلعت لستنا هاجر؟ طب ليه بيحفرها عبد المطلب بعد السنين دي كلها؟ أقول لك، بس ارجع معايا كده في لك بقى، في اسمها إيه بلغة السينمائيين؟ ها؟ فلاش باك. ارجع معايا في الحدوته اللي انا حكيتها لك، تلاقي الجماعه الخزاعيين اللي سيدهم عمرو بن لحي كانوا مسيطرين على مكه، صح؟ لما جه قصي بن كلاب يطردهم وحس ان هم هيطردوا واتغلبوا وهم وطالعين من مكه، ردموا زمزم. طب والله ننشف ريقكم، هتمشونا من هنا؟ طب اهي، وردموها. فلما ردموها اندثرت معالمها ومحدش عارف هي فين، لغايه لما جت الرؤيه بتاعت مين؟ عبد المطلب. تعال بقى نراجع كلام عبد المطلب، ده كلام غريب جدا، بس عشان تروا أيها الأحباب أن زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء مبارك، طعام الطعام طعم وشفاءه. وبالمناسبة يا إخواننا، اللهم اكتب لنا الحج جميعا يا رب. الفارق بين المنافق والمؤمن أن المنافق لا يستطيع أن يتضلع من ماء زمزم. تخيل، يعني اللي يشرب مية زمزم لغاية لما يملى بطنه، دي علامة على الإيه؟ على الإيمان. اللي يقول لك لا بس ميتها مالحة شوية، أصلها مش عذبة، أصلها مش حلوة، مش زي المية بتاعت الفلتر اللي احنا جايبينه في الشقة في مصر، لا مية الفلتر أحلى أو المية المعدنية. لا، إن زمزم علامة على إيه؟ على الإيمان. واستنى هقول لك حبة كلام على زمزم بس بعد شوية، لما نفسر كلام مين يا عم هشام؟ كلام عبد المطلب. قال له إيه أول حاجة؟ احفر برة. حلو كده؟ في المرة التانية قال له احفر ها المضنونة، وخلي بالك حط خط تحت الكلمة دي. في المرة الثالثة قال له احفر طيبة. في المرة الرابعة قال له زمزم. قال له وما زمزم؟ قال، اداله كم علامة؟ خمس أو ست علامات. قال له لا تنزف أبدا. عارف يعني ايه لا تنزف أبدا؟ طب أنا بسألكم بالله يا أخوانا، كم مليون واحد شربوا من زمزم من ساعة ما بير زمزم ده طلع؟ كم مليار؟ صحيح، عدد لا يحصى. اللي راحوا مكة واللي ما راحوش، أنا أقسم لي واحد من أحبابنا أن ماء زمزم، وعايش عندنا هنا في الهرم في المنطقة دي، أن ماء زمزم لا ينقطع من بيتي أبدا، كل ما يقرب يخلص أبعت أقول لحد وأنت وجاي هات لي زمزم في شقتي 24 ساعة. في مصر أهو مش في السعودية بس، لغاية دلوقتي المية تنقل، ماء زمزم تنقل من مكة لفين؟ للمدينة. وأنت في مسجد حضرة النبي تميل على أي بتاع كده تشرب إيه؟ زمزم. الله، ايه الميه دي كلها جايه منين؟ دي صحراء يا عم، صحراء، صح ولا لا؟ اذا اول علامه يا اخوانا ها لا تنزف ابدا، يعني ايه؟ ما تخلصش ابدا. هو مين اللي ردمها فاكرين؟ انا وانا ببحث في قصه زمزم ديت لقيت العلماء بيقولوا ان اول من حفر زمزم على الاطلاق مين؟ اللي يقول ياخد 10 جنيه 20 55. أول واحد ها؟ أنا بسأل سؤال، مين أول واحد حفرها؟ زهرة الهاجر، مين اللي حفرها؟ أيوه
سيدنا جبريل هات بقى الخمسة جنيه اللي عليك، يعني هو عليه خمسة جنيه طول الوقت أنا ما مش بيدفع خالص، هو صليت على سيدنا النبي. قالوا ضرب جبريل الأرض بجناحه فنبعت الماء، وماء النبع من ضربة جناح جبريل لا ينزف لا ينتهي إلى يوم القيامة. وبعض الباحثين، أنا برضو قريت البحث ده مسجل في مجلة معتمدة بريطانية، أنهم بحثوا في ماء زمزم فوجدوا مصدرها من بين الصخور، أصل عمق ماء زمزم 30 متر، عمق البير 30 متر، فنزلوا 30 متر تحت عشان يشوفوا المصادر جاية منين، فوجدوا المصادر كلها جاية منين؟ من الصخور. ووجدوا أكبر مصدر للماء ينبع من تحت الكعبة، وهذا مسجل ارجعوا له لو عايزين ترجعوا له، ارجعوا له من تحت الكعبة. ايه ده يا عم؟ اصل الحكاية دي يبقى حب مكة البلد الحرام التي حرمها الله ولم يحرمها الناس، دين ولا مش دين، ايمان ولا مش ايمان، يجب ان نعرف تاريخها ولا نقعد كده ومش واخدين بالنا؟ الله 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 الله، ده الموضوع طلع كبير او كبير قوي يا مولانا، صلي على حضرة النبي. قال له كم علامة يا عم محمد؟ 5 ولا 6. قال له لا تنزف ابدا، يعني ايه؟ ما تخلصش ابدا. ولا تزم، يعني ايه لا تزم؟ يعني اللي يشرب منها ما يتأففش، ما يقولش ميه وحشه، ما حاجه يشرب كده حلوه حلوه. ايه طب دي جايه من تحت الصخر، ايه ده؟ المهم انها لا تنزف ابدا ولا تسقي الحجيجه الاعظم. اي حج ياتي يشرب من فين؟ وهي بين الفرس والدم. ايه الفرس والدم؟ الفرس اللي هو الاحشاء والامعاء الكرشه، والدم اللي هو الدم. عند نقرة الغراب الأعظم، عند نقرة عند قرية النمل الأعظم. يعني إيه؟ اسمع بس اسمع بس. هو الهاتف أول ما تكلم قال له أول حاجة، قال له احفر إيه؟ بر. أم عبد المطلب قبل ما يصحى قال له بس قبل ما تمشي استنى بس هديتك لله، قول لي يعني إيه برة؟ طب زمزم وقلت لي العلامات دي كلها، أما البرة دي يعني إيه؟ شوف شوف الكلام. فقال له الهاتف برة لأن الله أبرزها للأبرار من ولد إبراهيم، فبس ما هي برة. قال له حلو، فما المضنونة؟ فاكرين الكلمة دي؟ ليه اسمها المضنونة ليه؟ قال له لأن الله ضن بها على العاصين من أولاد إسماعيل. ضن بها يعني إيه؟ فخلى مين ردمها؟ خزاعة، لأنه اللي جم قصي وولاد قصي حكموا مكة دول كانوا إيه؟ كفار بيعبدوا الأصنام، فربنا إيه؟ ضم بها محاها. قال له حلو، قال له فما طيبة؟ مش هو قال له كده ولا أنتوا ناسيين؟ الأولانية إيه؟ برة، وبعدين المضنونة، وعرفنا برة والمضنونة، والتالتة طيبة. قال له وما طيبة؟ قال له لأن الله سيجعلها تبرز من جديد للطيبين من أتباع محمد. لمين يا ريس؟ للطيبين. أم العلماء يقولوا حاسب يا ريس، الكلام ده حلو ويبشر بس في نفس الوقت يخوف. قلنا لهم يخوف ليه؟ قالوا ما دام ضن بها على العاصين فإنه إن عصى الناس ربهم فيتوقع أن يضن بها من جديد. طب حاجة تخوف ولا لا؟ يا حاجة تخوف طبعا، لكن نسأل الله ألا يضن بها على المسلمين أبدا، فإنها طعام طعم وشفاء سوق. عبد المطلب لغاية دلوقتي عمل حاجة ولا لسه؟ قام من النوم يا مولانا راح واخد الفاس. هو فهم الكلام اللي اتقاله في المنام ولا ما فهمش؟ فهم ليه؟ لأنه عربي، عبد المطلب ده سيد العرب، يعني الكلام العربي كله فهمه لقطة كده، مش زي حالتنا قاعدين نص ساعة نشرح الكلام اللي اتقال، لا هو فهمه على طول. راح واخد الفاس وراح طالع كده ماشي بيدور على العلامات. أول علامة إيه؟ بين الفرس والدم. هو ماشي كده في الحرم حوالين الكعبة، فوجد رجلا من العرب شردت منه شاته فذبحها، فكان فرسها في جانب ودمها في جانب. قال له استنى يا ريس عندك. قال له دي أول علامة. قال له إيه؟ قال له استنى بس. راح داخل على الحتة دي وراح بصص فيها كده عبد المطلب، فوجد فيها قرية نمل عظيمة. يا سلام، العلامة رقم كام؟ قرية يا أخوانا نمل. عارف النمل انت لما بيعشش كده ويعمل له حفر حفر في الجبل جبل. قال الله الله الله، فدي دي دي ايه ديت؟ دي العلامه الثانيه. فاضل ايه يا اخوانا؟ ايه بقى؟ نقره. مش اي غراب، ما الغربان كتير، لا مش اي غراب. قال عند نقره الغراب الاعصم. ايه الاعصم دي يا عم احمد؟ العلماء يقولوا عبد المطلب فهم، طب احنا ما فهمناش ليه؟
لان احنا مش واخدين بالنا. ايه الاعصم بقى؟ الغراب لونه يا اخوانا ها اسود خالص مش كده؟ الغراب الذي في احدى رجليه بياض او في احد جناحيه بياض يسمى عند العرب الغراب الاعصم. عرفها عبد المطلب ولا ما عرفهاش؟ يعني في رجليه الاثنين رجليه سودة، في واحده من الرجلين في ايه؟ في علامه بيضة، يبقى ده اسمه الايه؟ الاعصم. طيب الجناحين الاثنين ايه؟ سود. ممكن يبقى العلامه بدل ما في رجليه تبقى فين؟ في جناح واحد من الجناحين علامه كده، يبقى اسمه الغراب الايه؟ طب الغربان دي كتير ولا قليله؟ ها؟ العرب يقولوا كده، وهذا من الغربان النادره. شوف الـ شوف الـ الكلمه العربيه العجيبه دي، وهذا من الغربان النادره ندره المراه الصالحه بين النساء. وانا مالي يا عم، والله ما حد يزعل، انا اسف والله، دي الكلمه اللي انا قلتها على المشايخ. يقولوا ندره يعني نادر ولا كتير يا راجل؟ بذمتك يا شيخ نادر ولا كتير؟ نادر قوي قوي جدا. لا يا اخويا مش نادر وقوي ولا حاجه، موجود وكل حاجه ان شاء الله. فهو عبد المطلب لقى الفرس ولقى الايه؟ الدم. ولقى الايه يا اخوانا؟ القريه. وراح قعد واقف، طب ما تحفر. قال لا، اذا ما جاتش العلامه الثالثه مش هحفر. شوف الذكاء يا اخي. هو واقف اذ بغراب اعصم ياتي فينقر عند قريه النمل. فقال عبد المطلب هذه هي العلامه الثالثة، فبدأ يحفر. قالوا فما أن ضرب الأرض بمعوله حتى برزت له معالم بئر زمزم. فلما خرجت زمزم قال أهل مكة يا عبد المطلب نحن شركاء معك في هذا الماء، تاخد الخير ده كله لوحدك؟ ده احنا معك ايه شركاء. قال لهم أبدا، والله ما حصل، ما فيش فيكم حد شاف الرؤية إلا أنا، ولا حد حفر وطلع إلا انا، والميه دي بتاعتنا احنا بني عبد المطلب، لان احنا لنا السقايه والرفاده وملهاش حد. قالوا له لا، يا معاك يا نتقاتل عليها. دي ميه غريبه يا عم، دي مش زي الابار اللي احنا حفرينها حوالين البلد، لا دي بير ايه جميله وغريبه، ايدي ايدي، لا احنا شركاك معاه. خلي بال حضراتكم، قاسوا المسافه ما بين الكعبه لغايه مكان البير فوجدوها 30 متر. 30 متر. طب 30 متر دي معناها ان البئر في الطواف في المطاف مش كده؟ مش دي الكعبة يا اخوانا وحواليها الايه؟ مش احنا بنطوف حوالين الكعبة؟ طب بالله عليكم في بير دلوقتي؟ ما احنا كلنا بنطوف اهو حوالين الكعبة، مفيش بير ولا حاجة. فين راحت فين؟ لأنهم غطوها بالرخام والبلاط اللي احنا بنطوف حواليه، وهي موجودة تحت الايه؟ طب المية بتطلع في الحنفيات اللي الناس بتشرب والكلام اللي الناس بتشرب منها دي ازاي؟ بمضخات مية، بتسحب المية من تحت تطلع المية في الحنفيات ويملوا منها الكولمن الأبيض الكبير ده ويحطوا لك كوباية مكتوب عليها ايه؟ زمزم. قبل ما يتعمل الكلام ده حوالي سنة 70، بعد سنة 70، قبل سنة 70 كان اللي يشرب من زمزم يطوف وينزل درجات سلم 30 متر تحت يجيب مية من تحت يشرب ويعبي الأزايز بتاعته، يبقى هو كده شرب من ايه؟ من زمزم. ولو عايز ياخد معاه مية ياخد يملى من فين؟ من البير تحت. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، رحم الله أم إسماعيل، لو أنها لم تأخذ منها يعني غرفت كده من المية لكانت زمزم عينا معينا، يعني كان المية هتتدفق لوحدها من غير ما تغرف منها ولا محتاجين مضخات ولا حاجة. بس مين اللي قاعد يغرف؟ ستنا هاجر. ستنا هاجر عايز تغرف ليه؟ لأنها أم يا أخوانا، ابنها كان بيحصل له إيه؟ كان بيموت، والله قدر أن تكون زمزم ليست عينا معينا. المهم إنه ما بين البير وما بين الكعبة كم متر؟ 30 متر. الآن موجودة بهذه الطريقة؟ نعم. وأنا يا جماعة كان لي صديق يعمل في مكة وما زال يعمل في مكة حتى الآن، ألبسني ثياب العمال وقال تعالى أنزلك بئر زمزم. الكلام ده سنة 16. طب ليه لبست زي العمال بتوع الحرم؟ علشان لو أنا نزلت لابس مدني وأنا من مصر هيعملوا إيه في صاحبنا؟ هيرفدوه، ما ينفعش، ممنوع حد ينزل. فالكاميرات جابت عمال نازلة وأنا نازل وسط الإيه؟ وسط العمال. نزلني البير والمدخل بتاعها ودخلت تحت ورأيت بئر زمزم من أسفل الرخام اللي بيطوفوا بيه حوالين الكعبة. اللهم لا تحرم أحدا يا رب. البقاع المباركة دي يا جماعة ترجعك من هناك شخص تاني. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيومه كأنه اتولد النهاردة. ليه؟ لأنه بيرجع بفطرته إلى تاريخ البشرية الأول. ما هو يعني ايه يرجع كيوم ولدته امه؟ يعني يرجع على الفطره، لان البشريه كانت كده. القصه زي ما حضراتكم سمعتوها. صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. اهل مكه رضيوا لعبد المطلب ولا لا؟ بالمناسبه يا اخواننا العلماء
بعد ذلك أطلقوا على زمزم 10 أسماء: المطعمة والمباركة والميمونة والمروية والراوية. كم اسم؟ 10 أسماء. وكل هذه الأسماء في زمزم، لأنها فعلا طعامه طعم. أبو ذر لما دخل مكة قعد في مكة 30 يوم خايف من أهل مكة. أبو ذر الغفاري قعد كم يوم؟ 30 يوم بيأكل إيه؟ سيدنا النبي قال له: ماذا كنت تطعم؟ قال: كنت أكتفي بالشرب من ماء زمزم حتى تكسرت عكر بطني، سمنت وتكسرت عكر بطني. عمل إيه؟ تخن. تخن من إيه؟ كان بيأكل رز ومكرونة وبسبوسة وكنافة، كان بيتخن ليه؟ من شرب زمزم. تخن، قال تكسرت عكر. إيه؟ عارفين عكر البطن ولا لا؟ أكتر ناس في الدنيا يعرفوا عكر البطن المصريين، الكروش يعني، ربنا يدينا ويديكم الخير يعني إن شاء الله. لغاية لما طلعوا يقولوا الرجل من غير كرش، يا نهار زي بعضه، من غير كرش ده رجل فلت من المصيبة اللي هو فيها التاني. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طعامه طعم ولا لا؟ اللهم اسقنا من زمزم يا رب العالمين، اللهم اسقنا من زمزم قريبا يا رب، قريبا يا رب. وكل مشتاق يا رب، إما الحج أو العمرة أو حد يجي لنا من هناك يقول خذوا اشربوا من زمزم. لغاية لما بعض الناس يقولوا: يا عم هشام، أصل زمزم دي لو اتنقلت من مكة وجت مصر تفقد بركتها. ليه تفقد بركتها؟ ليه؟ إن شاء الله ولا تفقد بركتها ولا حاجة، بس أنتوا جيبوا لنا بس من زمزم وإحنا نأربع فيها للصبح. اللهم ارزقنا شربا من زمزم يا رب. اسمعوا المفاجأة يا إخواننا بعد ما تصلوا على سيدنا النبي. تعبتوا ولا إيه الحكاية؟ نكمل. أنت واخد بال حضرتك إيه اللي حصل؟ إنه عبد المطلب قال لهم: لا، المية دي طلعها لي أنا ربنا، أنتوا مالكوش فيها. هو كان يعرف ربنا؟ أيوة كان يعرف ربنا. لا، إزاي؟ كان يعرف ربنا ويعرف إنه في إله للكون وكل حاجة، بس ما بيعبدوش لوحده، بيعبد معه الأصنام لتقربه إلى الله زلفى. يبقى عارف الله ولا مش عارف؟ عارف. قال لهم: لا، ده ربنا اداها لي أنا، ما اداهاش لحد غير. قالوا: لا، إحنا معاك، وإلا القتال. كانت المعركة ستنشب، أوشكت على القيام، إلى أن قال أحد العقلاء: نحتكم إلى عراف في الشام، نطلع سوا كده نروح على فين؟ على عراف من الشام عشان نحتكم عنده. المية دي بتاعت عبد المطلب لوحده ولا بتاعتنا احنا كمان مع عبد المطلب؟ يلا بينا نحتكم. لمين؟ لعراف. فين يا اخوانا؟ في الشام. طلعوا مجموعة ومعاهم عبد المطلب، طالعين على فين؟ ماشيين ازاي يعني؟ راكبين الطيارة ولا سوبر جيت ولا السيارات الفاخرة؟ راكبين الجمال. وهم ماشيين في الصحراء يا عم احمد، الماء الذي يشربون منه نفد والطعام نفد ولم يصلوا إلى الشام، فعسكروا في الصحراء. فقال بعضهم لبعض: ليحفر كل واحد منكم حفرة ينتظر فيها الموت. ما هو لا في مية ولا أكل ولا في طيارة هتنتشلنا، ولا حد هيدور علينا، ولا CBC هتجيب خبرنا، ولا حد هيعرف عننا حاجة. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنموت. فنعمل إيه؟ نحفر كل واحد حفرة يستنى فيها بدل ما يتموت والديابة تاكل جتته، يموت ويدفن فين؟ في الحفرة أو خلاص. فبدأوا يحفرون الحفر. كل واحد بيحفر حفرة يقعد فيها عشان إيه؟ مستني الموت. فقال عبد المطلب، خلي بال حضرتك، في اللحظة دي كانت نطفة رسول الله في صلب عبد المطلب. وأحكي لك حكاية تانية عن عبد المطلب بس بعد شوية. صلى على سيدك النبي. بس حصل إيه يا عم مصطفى؟ عبد المطلب اللي في صلبه نطفة النبي، لو حفر الحفرة ومات فيها كنا شفنا الإسلام. فعبد المطلب قال لهم ايه؟ والله لانتظارنا الموت، يعني هنقعد نستنى الموت بهذه الهيئة، لمن شيمة الجبناء. ولا والله ما كنت جبانا، لا انا ولا ابائي واجدادي. ما هو عبد المطلب ده حفيد مين في الاخر؟ حفيد سيدنا اسماعيل، حفيد سيدنا ابراهيم. لا 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 لا، انتظار الموت على هذه الهيئة من شيمة الايه؟ الجبناء. قالوا: فماذا ستفعل؟ نهض. ركب ناقته، ضربت ناقته الأرض بخفها فنبع الماء من تحت خفها، نبع الماء من تحت خف ناقة عبد المطلب. فقالوا: ما هذا؟ ما شربوا؟ وبعدين لما شربوا واتبغددوا وفاقوا قالوا: بنقول لك يا عبد المطلب، الذي سقاك هذا الماء أمام أعيننا هو الذي سقاك بئر زمزم، ارجع فهي لك من دون الناس. فرجعوا جميعا. فبقت المية كلها دي بتاعت مين؟ عبد المطلب، لأن له السقاية والإيه يا أخوانا؟ والرفادة. صلوا على الحبيب يا أخوانا. عادة العرب كانوا بيحتكموا للعرافين، مش هم قالوا نروح نحتكم لعراف فين؟ في الشام. عبد المطلب ده كان له عراف في الشام بيزوروا في رحلة الشتاء ورحلة الإيه؟
اللي مين اللي قررها على اهل مكه رحله الشتاء والصيف ديت؟ شوف شوف انتوا بقيتوا عارفين التاريخ ازاي. شوف ده ملخص بس، انما وصل عند حضراتكم اهو. هو في رحله الشام قابل العراف صاحبه، فالعراف بص في وش عبد المطلب كده وقال له بقول لك ايه؟ قال له نعم. قال له سيبني انا عايز اقيس انفك، الانف اللي هو ايه؟ ايوه. قال له سيبني بس انا لي علم في هذا. قال له ليه؟ قال له بس اتركني بس. فقاس العراف انف عبد المطلب ثم نظر فيه مرة أخرى متعجبا، قال عبد المطلب للعراف ما شأنك؟ قال والله إني أرى فيك يا عبد المطلب نبوة وملكا، نبوة وملكا، وأراها في المنافين. إيه يا أخويا، عبد المطلب عربي ولا متخرج من الاي يو سي؟ عربي. ففهم المنافين ولا معرفش؟ عارف. ايه بقى المنافين دول؟ احنا لازم مش عارفينهم. وراها فين؟ في المنافين. عبد مناف ابن زهره وعبد مناف ابن كلاب، دول قبيلتين كانوا في مكه من اولاد مين؟ من اولاد اسماعيل. عبد مناف ابن زهره وعبد مناف ابن ايه؟ ابن كلاب. قال له انت هتتجوز واحده يا اما من عبد مناف ابن زهره يا اما من عبد مناف ابن كلاب، وسيكون من نسلك نبي. رجع عبد المطلب جري من فين؟ من فين؟ من الشام. دخل مين؟ مكة. مين كان واحد من ولاده عليه الدور يتجوز؟ سيدنا عبد الله، عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له تعالى يا عبد الله انا جوزت التسعة اللي قبلك، العشرة اللي قبلك، عشان عبد المطلب خلف كم واحد؟ 11 واحد. وطبعا قصة الذبيح انتوا عارفينها مش هقولها، انما اللي حصل ايه؟ قال له تعالى تعالى يا عبد الله. قال له ايه؟ قال له ابن الذين العراف القروبة ده بتاع الشام قال في عبد مناف ابن زهرة وفي عبد مناف مين؟ ابن كلاب. لو انا اتجوزت من عبد مناف ابن كلاب ما جايز يطلع النبي من عبد مناف ابن زهره. طب لو اتجوزت من عبد مناف ابن زهره ما جايز يطلع من فين؟ من عبد مناف ابن كلاب. قال له طب نعمل ايه يا جده؟ مش جده هو ايه؟ هو ابوه. قال له طب نعمل ايه يا بابا؟ بابا ولا يا بابي؟ ولا بابا ولا بابي. كان يقول له ايه؟ طب نعمل ايه يا ابتي؟ قال له انت تتجوز واحده من عبد مناف ابن زهره وانا اتجوز واحده من بني عبد مناف ابن كلاب حتى نضمن ان الامر لا يخرج منا. يعني نلعب ولا ايه؟ دي نبوة ده، احنا نلعب. قال له طب اللي تشوفه. فزوجه آمنة بنت وهب من بني عبد مناف بن زهرة، وتزوج عبد المطلب من بني عبد مناف بن كلاب، فأنجب الحمزة أسد الله وأسد رسوله. وعبد الله تزوج من بني عبد مناف بن زهرة فأنجب مين؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة تاريخ عجيب جدا وأحداث جرت في الكعبة المشرفة، هذه مكة وهذه الكعبة الشريفة وهذه جبل الصفا والمروة، وعند حضرتك كمان جبل ايه؟ عرفات. جبل مين يا اخوانا؟ ليه عرفات اسمه عرفات؟ ها، وخلي بال حضرتك المنسك الوحيد من مناسك الحج خارج الحرم مين؟ طب اقروا معايا كده القرآن بيقول ايه؟ ان اول بيتي وضع للناس للذي بمكة ولا ببكة؟ طب ايه الفرق ما بين مكة وبكة؟ برضو ده كلام عجيب. ايه؟ اسمها القديم، قيل اسمها القديم وقيل مكة هي موطن الحرم، مكة، وبكة هي بقية البلد. خلي بال حضرتك ابن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. آيات ايه يا ريس؟ ظاهرات واضحات لمن أراد أن يزيد إيمانه عليه أن يعرف الآيات التي في البلد الايه؟ في البلد الحرام. فسر العلماء اسم عرفة لعرفة بثلاث تفسيرات. ما تصلي على النبي، كم تفسير يا ريس؟ ثلاثة. التفسير الأولاني أنا في رأيي أنه قريب للمنطق والعقل، والتفسير التانيين تفسيرين تاريخيين. بعض العلماء يقولوا اسمه عرفة ليه؟ قال لك لأن الناس يجتمعون في هذا الجبل يوم كام؟ يوم 9 ذو الحجة. اللهم اجمعنا وإياكم في عرفات يا رب، اللهم أمين. يوم 9 ذو الحجة اللي فاضل له كم يوم النهارده؟ 9 ذو الحجة ده فاضل له بتاع 17 18 يوم خلاص. اللهم اكتب لنا يا ربي وقوفا بعرفة يا رب، اللهم امين. خلي بال حضرتك، قال لأن الناس يجتمعون في عرفات، وسيدنا النبي قال الحج ايه؟ يجتمعون في عرفات. كلهم من الجيزة؟ لا مش كلهم من الجيزة، ولا ينفع يبقوا كلهم من الجيزة. كلهم من فيصل؟ لا. كلهم من القاهرة والجيزة؟ لا. كلهم من فين؟ من بلاد شتى. قال لك لأن من سكن من مناسك الحج أن يتعارف الناس على هذا الجبل، إذ جاءوا من كل حدب وصوب. وده اللي للأسف الشديد الحجيج بيعملوه ولا ما بيعملوش؟
للأسف ما بيعملوش. كل واحد راح مع مجموعة يعرفهم. المفترض يعملوا إيه على الجبل؟ يتعارفوا. قال وجعلناكم شعوبا وقبائل إيه؟ لتعارفوا. ده التفسير رقم كام؟ فاضل لنا كم تفسير؟ صلوا على النبي. نسمع بقى ونعرف بعد الأذان إن شاء الله. ما زال الكلام يمضي بنا حول هذا الحديث رقم كام في صحيح البخاري. الحديث ده 104، وهو تحت قول الإمام البخاري في ترجمته له: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. عمرو بن أبو شريح قال لعمرو بن سعد: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الإيه؟ الغائب. أول فائدة في هذا الحديث أن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس. إذن مكة هذه لها موقع خاص في ديننا، بل لها موقع خاص في تاريخ الإنسانية جميعا. فمكة محرمة والكعبة مشرفة عند الناس جميعا من لدن آدم إلى زمان الناس هذا، حتى من أيام سيدنا آدم عليه السلام. كنا قد تكلمنا وما زلنا عن المعالم الموجودة في مكة، فرأينا زمزم والكعبة، ثم طفنا حول العرفات. لماذا سمي عرفات إذن بعرفات؟ المفترض يا سادة، المفترض أن إذا اجتمع الناس في صعيد عرفة يوم التاسع من ذو الحجة، المفترض يحصل إيه؟ يبقى المسلمون يداً واحدة. المسلمون صح ولا لا؟ وجعلناكم شعوباً وقبائل إيه؟ لتعارفوا. إيه؟ المؤمن للمؤمن كالإيه؟ كالبنيان. لا فارق بين المؤمن المصري ولا الأمريكي ولا العراقي ولا الشامي ولا الكويتي. المفترض المسلمين كلهم يكونوا إيه؟ عشان كده بيجتمعون في صعيد واحد في يوم واحد. ولا يجوز أن يجتمعوا في هذا الاجتماع، مثل هذا الاجتماع، في أي مكان إلا فين؟ إلا في هذا المكان. ده تفسير رقم كام؟ ليه اسمه عرفة؟ لأن الناس يجب أن يتعارفوا فيه. ليه اسمه عرفة؟ قال لك انتبه بس، من الذي سن للبشرية الوقوف بعرفة ورمي الجمرات؟ مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. وخلي بالك الجمر بيترمي كم مرة؟ لا مش سبعة. سبعة ازاي؟ ثلاث مرات كل مرة بسبعة، مش كده؟ ثلاث مرات كل مرة بإيه؟ اللهم اكرمنا يا رب. يقول لما أمر الله إبراهيم أن يذبح إسماعيل، ذهب ليأتي بالشفرة ليذبح ولده، فعرض له إبليس للمرة الأولى فرجمه سبع حصيات. ديه المكان الأول اللي فيه الرجم. فلما مشى جه إبليس مرة تانية فرجمه الثانية. ده المكان رقم كام؟ اثنين. يبقى كده الرمي كم مرة؟ جاله مرة ثالثة فرجمه الثالثة، يبقى كده الرجم كم مرة؟ يقول لأن جبريل كان يعرف إبراهيم المناسك، فيقول جبريل لسيدنا إبراهيم: أعرفت يا خليل الله؟ أعرفت؟ هنا يقف الناس، هنا يرجمون الشيطان، هنا يبيتون في منى، هنا يمرون بوادي محسر، هنا يمرون بالمزدلفة. أعرفت يا خليل الله؟ يقول عرفت يا أخي يا جبريل. أعرفت يا خليل الله؟ يقول عرفت يا أخي يا جبريل. عرفت يا سيدنا إبراهيم؟ يقول عرفت يا سيدنا جبريل. فالمكان اتسمى إيه؟ عشان كل شوية أقول له إيه؟ عرفت 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 عرفت، فسمى إيه؟ عرفات. أدي برضو تفسير من تفسير لماذا سمي عرفات بإيه؟ بعرفة. تفسير تاني لطيف جدا الحقيقة، أنا بحبه جدا ودايما أقوله في كل لما يذكر هذا الأمر، بحبه جدا. يا أخوانا، أمر الله أو حكم الله على سيدنا آدم وأمنا حواء أن ينزل من الإيه؟ من الجنة. قيل جنة الخلد وقيل جنة الاختبار وكلام طويل كده، ليس هذا أول المهم. في الآخر نزلوا إلى الإيه؟ إلى الأرض. هم أصلا من الأصل الله خلق آدم للأرض ولا للجنة؟ إني لا مش للجنة. قال له إني جاعل في الجنة خليفة. إني جاعل فين؟ في الأرض خليفة. أما الدخول الجنة دي ما هي إلا إيه؟ ما هي إلا يعني فترة اختبار ولا شيء من هذا القبيل. المهم أن آدم أصلاً مخلوق خليفة فين؟ في الأرض. يقول لك لما أمر الله بنزول آدم وحواء إلى الأرض، نزلا إلى الأرض فتفرقا في الأرض. عملوا إيه؟ ما تعرفش دي نزلت فين وده نزل فين. قعدوا يدوروا على بعض. مين ومين بيدوروا على بعض؟ أصل لا مؤاخذة كده من غير كلام كتير، يعني آدم ملوش لازمة من غير حواء، وحواء ملهاش لازمة من غير، بس يبقى المفروض أن تحط الحرب وإيه بينهما أوزارها. ما خلاص ما بلاش حرب، لأنه ده ما تنفعش تستغنى عنه، وهي ما ينفعش تستغنى عنه، وهو ما ينفعش يستغنى عنها. بيأكلوا في بعض ليه بقى؟ ما تعرفش.
هم لما أبونا وأمنا لما نزلوا الأرض عادوا يعملوا يا أخوانا يدوروا على بعض يدوروا على بعض. وآدم كان طوله 60 ذراعا في السماء. أم ستنا حواء عشان كده المنطقة اللي موجودة في السعودية لغاية دلوقتي اسمها جدة. اسمها إيه؟ على شاطئ البحر في جدة. خلي بالك جدة دي عاملة زي اسكندرية. اللي ما راحش جدة يعني جدة دي بلد ساحلية عاملة زي اسكندرية كده حاجة فخمة قوي يعني. فراحت بصت من بعيد وهي في جدة شافت مين؟ آدم فين؟ فعرفة. الله يا راجل من جدة العرفة شافت. أصل الدنيا كلها كانت إيه؟ ما فيش لا عمارات ولا بيوت ولا مترو ولا أي حاجة. وكمان هو كان قد إيه؟ يقولوا كده يا أخوانا في بعض الروايات أنها لما أبصرته من بعيد نظرت في صفحة الماء تعدل شعرها وهيئتها. شوف لأن هتقابل مين بعد شوية؟ يعني بتعمل إيه يا ريس؟ وقفت قدام الإيه؟ ما فيش مراية. بس اللي عملت صفحة البحر إيه؟ مراية عشان تظبط الإيه؟ الميك اب. هو في ميك اب برضه بتضحك يا عم مصطفى. المهم تظبط نفسها عشان تشوف مين؟ عشان تشوف هتشوف جوزها دلوقتي. فلما رأته انطلقت إليه فالتقيا في صعيد عرفة فسمي هذا المكان إيه؟ عرفة. عشان كده اسمه عرفة. جبل عرفة اسمه عرفة ليه يا إخوانا؟ ها؟ كم حاجة؟ إما لأن الناس يجب أن يتعارفوا فيه، وإما لأن الخليل إبراهيم لما علمه جبريل المناسك كان يقول له ماذا؟ أعرفت أعرفت أعرفت. وإما لأن آدم وحواء التقيا فتعرف فين؟ في عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها الحج عرفة. المنسك الوحيد الذي إن سقط من المناسك الحج يحصل له إيه؟ يسقط. اسمه إيه المنسك دوت؟ الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة يكون بالليل ولا بالنهار؟ في نهار يوم التاسع. في نهار يبدأ من فجر يوم التاسع إلى مغيب شمس يوم التاسع. وبعد كده كل الحجيج ينزلوا على فين؟ على مزدلفة. وبعدين يبقى صبح علينا إيه؟ صبح علينا العيد. صبح علينا العيد. فيطوفوا بالكعبة طواف اسمه طواف الإيه؟ الإفاضة. اللهم ارزقنا الحج جميعا يا رب. اللهم ارزقنا الحج جميعا يا رب. وخلي بال حضرتك يوم الوقوف بعرفة هذا يوم دعاء. وكمان للي ما راحش عرفة اللي هو قاعد في بلده هذا اليوم له يوم إيه؟ صيام. طب اللي قاعد في عرفة يصوم ولا ما يصومش؟ لا ما يصومش. الصيام في حقه حرام لأنه ضيف من ضيوف الله فما ينفعش إيه؟ فما ينفعش يصوم. نعم. وينزل إلى مكة ويطوف طواف الإيه؟ طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ده هو ركن الحج. الركن الركين في الحج اسمه طواف الإيه؟ طواف الإفاضة. مكة فيها إيه يا جماعة؟ فيها الكعبة وفيها إيه كمان؟ زمزم. وزمزم طعام طعم وشفاؤه سقم. زمزم لما شربت له. يعني ايه زمزم لما شربت له؟ يعني اللي يشرب زمزم باي نيه يقوم ربنا ايه يحقق له النيه. الامام الكبير الامام الغزالي ابو حجه الاسلام الامام الكبير لما تبحر في العلوم راح وصل عنده الحديث اللي بيقول زمزم لما شربت له فبكى. قالوا له بتبكي ليه؟ قال شربنا زمزم بنيه العلم فاعطانا الله العلم ويا ليتنا شربناه بنية التقوى. يا ليتنا شربناه بنية الايه؟ بقى الغزالي ما عندوش تقوى. يعني بص الحلاوة يا راجل. اصل انت تنوي اي حاجة وتشرب من زمزم كل سنة وحضرتك بصحة وسلام. يا جماعة الخير معالم مكة المكرمة تدرس وتكتب في المجلدات وتروى للأجيال في التاريخ ليعرف الناس مكانة هذا البيت الحرام وموقعه في قلوب المسلمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه إيه؟ فيه آيات بينات. مقام وادي مقام إبراهيم ده برضك حكاية تانية. نبتدي بقى إيه اللي جاب مقام إبراهيم هنا؟ الحكاية تبتدي من عند آدم. نبدأ من أول ولا إيه رأيكم؟ أيوة ما هي الحكاية كده. مقام إبراهيم إيه؟ يقول لك ده الحجرة اللي كان سيدنا إبراهيم بيقف عليه عشان يرفع الإيه؟ يرفع له. فعلمت رجله علمت فين؟ في الحجرة. فحطوها فين؟ في المكان دوت. فنزل القرآن على سيدنا النبي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب الحجر الأسود. الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة. وحديث آخر يقول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. يمين الله. قال عمر بن الخطاب لولا أني رأيت رسول الله يقبلك أنا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك. فقال أبو بكر الصديق يا عمر بلى والله ينفع ويضر.
قال له ها؟ قال له أيوة ينفع ويضر. قال له إزاي؟ قال له يأتي يوم القيامة شاهدا شافعا لمن استلمه. يأتي يوم القيامة إيه؟ شاهدا شافعا لمن استلمه. يقولوا بيلقط صورة كل حد يمد إيده أو يقبل الحجر الأسود. نعم، السنة الوحيدة التي وأنت تفعلها لا يفعلها أحد في الدنيا كلها، وأنت بتعملها دلوقتي ما فيش حد غيرك في الدنيا كلها بيعملها. إيه السنة ديت؟ تقبيل الحجر الأسود. أصل الحجر الأسود ما بيقبلش اتنين يقبلوه في مرة واحدة، اللي يقبل الحجر كم واحد؟ بس واحد بس. وأنت تقبل الحجر تقبل موضعا قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في الكون غيرك يفعل هذا. وطب الذي لا يقبل الحجر ولم يدرك في الزحمة، قال له يا عمر إن فيك قوة. يشاور من بعيد كده عم هشام ويقول إيه؟ بسم الله الله أكبر. ها؟ عند هم حتى في الطواف حاملين خط على الأرض كده، وانت بتطوف تيجي عند الخط، الخط ده موازي لمين؟ وموازي للحجر. تمشي عند الخط ده بسم الله الله أكبر، وانت بتعمل إيدك كده بسم الله الله أكبر، مين اللي صورك؟ الحجر. يشهد لك يوم القيامة. والحجر ده له حكاية طويلة جدا جدا وعميقة جدا. القرامطة سرقوا الحجر الأسود، سرقوه جماعة من الشيعة، سرقوا الحجر الأسود، قعد عندهم 600 سنة والكعبة من غير الحجر الأسود، لغاية لما جه مين؟ واحد اسمه العز بن عبد السلام، مصري ده أو عاش في مصر، بائع الملوك. بس هو عاش في مصر ومات في مصر، بائع الإيه؟ الملوك. المهم غلبوا على القرامطة وجابوا لنا الحجر الإيه؟ الأسود. أما القرامطة قالوا والله ما نديهم الحجر الحقيقي، هنديهم حجر مزيف، أي حجر أسود وخلاص. فعرضوا الحجر على مين؟ على العز. قال لهم إن لحجرنا علامتين، لو لقيت العلامتين دول في الحجر يبقى هو ده الحجر الحقيقي، لو ما فيش العلامتين دول ما يبقاش هو. يا نهارك أبيض، إيه؟ قال لهم لا يطفو على الماء ولا يغوص في باطنها. حجر الأسود تحطه في الماء، أي حجر في الدنيا تحطه في الماء يحصل إيه؟ يغطس. الحجر الأسود يعمل إيه؟ يطفو على الماء. الله 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 الله. ولا تأكله النار، ما تأثرش فيه. الحجر الأسود يمين الله في الأرض. حطوا الحجر في الماء طفى، قال لهم هو ده، حطوه مكانه فين؟ في هذا المكان الذي عليه القبة الفضية. البتاعة دي البيضة دي من فضة خالصة، والميزاب بتاع الكعبة من الذهب الخالص. موجود لغاية الميزاب، عارف المطر لما بتنزل فوق سطح الكعبة تنزل في الايه؟ في الميزاب. الميزاب ده اللي بتنزل فيه المية ده ايه؟ ذهب خالص. مين اللي حط الذهب ده في الكعبة؟ دي مسابقة بقى، مين يقول لي يا اخوانا مين اللي حط الذهب ده في الكعبة؟ اول من صنع الميزاب للكعبة هو الوليد بن عبد الملك بن مروان في الدولة الأموية، اكثر من 1200 سنة من النهاردة، وما زال ذهبا خالصا في الكعبة حتى يوم الناس هذا. هل انا انتهيت من تاريخ مكة ومعالمها؟ لا، فالكلام حولها يطول ويطول. واسأل الله ان يرزقنا واياكم الحج والطواف والسعي. الأسعد. طيب ماشي، ينفع، وهو الحجر الأسعد، وهو يشفع لمن استلمه يوم القيامة. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الطواف والسعي. اللهم لا تحرمنا ولا هؤلاء جميعا يا رب العالمين من حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا زيارة روضة الحبيب العدنان، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. شكرا جدا، أراكم في المرة القادمة على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.